حرية المعتقد الآن أكثر من ذي قبل لسبب رئيسي، هو أننا نتجه نحو تزايد ثقافة العنف والتنميط الديني للمجتمعات على حساب التنوع والحق في الاختلاف. نتجه نحو ثقافة تنكر على الآخر أن يكون مختلفا، ونتجه أيضا نحو تربية على الإقصاء وعلى العنف أكثر مما هي تربية على الحرية. ولهذا حرية المعتقد اليوم هي القيمة العليا التي ينبغي الدفاع عنها، لأنها تؤسس لمستقبل مستقر وآمن بالنسبة لبلدنا، مستقبل يحترم فيه المواطنون بعضهم البعض، وأيضا تحترم فيه الدولة والسلطة حقوق الجميع، الحريات الفردية والجماعية، حرية الصحافة، المساواة بين الجنسين، إلى غير ذلك من القيم التي نعتقد أنها ضرورية من أجل استقرار دائم وشامل. لأن الاستقرار الحالي للمغرب، وكثيرا ما يتحدث عنه المسؤولون، هو استقرار هش، ينبغي أن نعترف بذلك. هو استقرار من خلال القبضة الحديدية فقط، ومن خلال يعني السلطة والقهرية نوعا ما. نريد لبلدنا استقرارا آمنا مبنيا على الترسيخ الديمقراطي، وهنا لابد من الحقوق والحريات كلها، وأم الحريات هي حرية المعتقد، لأنها تضمن عدم استعمال الدين للدولة، عدم استعمال الدولة للدين في التكريس الاستبداد، مثلما تضمن أيضا احترام القيام بالشعائر الدينية بالنسبة للجميع مهما اختلفت الملل والنحل في المجتمع. ومن جانب آخر، أعتقد بأن حرية المعتقد تضمن نظاما تربويا منسجما، لأنها تشيع قيم الحرية في النظام التربوي، وتربي الأجيال المتعاقبة على الفكر النسبي وعلى احترام التعدد والقبول بها كشيء طبيعي يميز البشر ويميز الواقع الإنساني في أي بلد من بلدان العالم. التنظيمات الإسلامية المحافظة ترفض الاعتراف بحرية المعتقد لسبب رئيسي، هو أن هذا الحق وهذه الحرية عندما تتحقق لا تمكنهم من استعمال الدين في السياسة، لأن حرية المعتقد تحرر السياسي من الدين، وتجعل العمل السياسي عملا تعاقديا بشريا يتفق فيه الناس على المنطلقات، ويتفق فيه الجميع على المآلات. أيضا حرية المعتقد لا تسمح لأي كان بأن ينعت الآخر بنعت ديني أو تمييز نعت تمييزي يعتمد العقيدة، وبينما الإسلاميون يقيمون مشروعهم كله على أساس تمييز، التمييز بين المواطنين، المؤمن أفضل من غير المؤمن، المسلم أفضل من غير المسلم، ويتحفظون في المساواة في مفهوم المواطنة، وبالتالي يعتبرون أن إسلامية الدولة تسمح لهم باستعمال الدين في المجال السياسي، فيتحفظون على حرية المعتقد، بينما إسلامية الدولة في المغرب لا تعني أبدا الدولة الدينية، وإنما تعني أن أغلبية سكان المغرب مسلمون، ولا تسمح أبدا للدولة بأن تستعمل الدين في حرمان الناس من حقوقهم. ما يدل على ذلك في بهذا الصدد هو أن الدول الأكثر ديمقراطية، وهي دول شمال أوروبا، يعني فيها ديانات رسمية في الدساتير، ولكنها تحترم كل الحقوق وكل الحريات. فإذا إسلامية الدولة لا تعني أن الإسلام هنا أي تطبيق الشريعة بالضرورة أو فرض قوانين دينية. فالدولة المغربية بنسبة 95% تستعمل قوانين وضعية مثل ما توجد في مختلف دول العالم. المجال الذي بقي فيه اختلاف يتعلق بالأحوال الشخصية وبالعلاقة بين الجنسين وببعض الحريات. يمكن التطور الطبيعي لبلدنا أن نسير نحو تسوية هذه الإشكالات العالقة من خلال الحوار الوطني المسؤول والعميق.